هي من الأدوية الهامة جداً، منخفضات السكر التي تحدثنا عنها بدء في المحاضرة السابقة، ومن أهم مركباتها مركبين اثنين، الأكربوز والمغليتول. هي شو بتشتغل هاي الأدوية بشكل عام؟ تشتغل على تثبيت إنزيمات الألفا جلوكوزيديز. هي الإنزيمات هي إنزيمات معوية مسؤولة عن هضم الكربوهيدرات، فبالتالي شو بتعمل آلية عملها؟ تنقص سرعة امتصاص السكر، وبالتالي تنقص سكر الدم بعد الوجبة الطعامية. ممكن نعطيها لوحدة، ممكن نعطيها مع الميتفورمين أو السلفاميدات الخافضة لسكر الدم. الجرعة هي 50 ل 100 ملي جرام عند بداية كل وجبة. تتميز بكثرة التداخلات الدوائية وهي غالية، عشان هيك ما يمكن التأمين عن طريق أغلب المرضى إذا ما كان في مركز طبي مجاني عم بأمنها. الشغلة الحلوة هي كمان مثل الميتفورمين، لا تحدث زيادة في الوزن. التأثيرات الجانبية مثل أدوية السكر اللي بتشتغل على مستوى فموي، تعمل تطبل البطن وإسهال وألم بطنية، بعض التأثيرات الجانبية لكنها ليست شائعة في العام الأغلب. مضادات الاستطباب هي 5: قصور كلوي شديد، الحمل والأرضاع، سوابق تحت انسداد معوي، وفرط الحساسية، وأمراض الكولون الالتهابية. أمراض الكولون الالتهابية هي ألسراتيف كوليتس وكرون ديزيز بشكل عام. ما هي أهم التدخلات الدوائية لخفضات سكر الدم الفموية؟ الأدوية الرافعة لسكر الدم هي دانازول وستيرويد كورتيكوستيرويد ومونو أمينو أكسيداز إنهيبيتر والأيس إنهيبيتر وبالتاتو أغونيست، وأيضا مثبطات البروتيز. هي الأدوية بترفع سكر الدم. أدوية خفض سكر الدم هي سلسلة مجرات كبيرة، الكحول بكميات كبيرة، والفايبريت، وهرمونات الدرق. ما هي الأدوية التي تزيد خطر نقص سكر الدم؟ حاصرات بيتا يعني بتعمل كفرد، بتغطي وبتخفي علامات نقص سكر الدم، ممكن يصير جفان وتسرع قلب. التداخلات الخاصة بتهمنا كتير على مستوى الميتفورمين والسلفونامدات. السلفونيليوريا والميتفورمين كتير هامات بهذا الموضوع، هامة اثنين يعني، وبعدهم بيجي الباقي بعدهم. الأدوية اللي بتسبب قصور كلوي المركبات مستعمل في التصوير الظليل والحاوية على اليود، مثل قالبات الانجوتنسين والأيس انهيبيتر والإنسايد. هلأ ليش احنا أي مريض بدك تعمله صورة ظليلة، مثلا تصوير مثلا كولون ظليل أو تصوير وعاء ظليل، تصوير دماء سيتي مع حقن، رنين مع حقن، مادة ظليلة؟ هي ممكن تعمل إذا كان المريض عم ياخذ ميتفورمين، تعزز أو تزيد احتمال ونسبة حدوث الأذية الكلوية الحادة الدوائية خاصة. السلفونيليورياز هي الأدوية التي تسبب قصورا كلويا، ترتبط بشدة ببروتينات البلازما. هي الأدوية السلفاميدات ومضادات الفيتامين كي والفايبريت. مضادات الفطور من الزمرة الأزول استعمل على تثبيت الاستقلاب وبالتالي زيادة تركيزها. أما الأدوية الثالثة فهي المغليتينيدات، فنشتغل على ثلاث أدوية بشكل أساسي، فيها ثلاث مجموعات دوائية. أول شيء خافضات شحوم الدم مثل الجيم فيبريزول، ممكن يعمل نقص سكر الدم إذا نعطى مع هاي الأدوية مع المغليتينيدات. الكيتوكونازول مضادات فطرية واسعة الطيف إلى أذية كبدية، ممكن ترفع مستوى ريباغلينايد. أما ريفامبيسين اللي إنه يستخدم في الحمى المالطية والسل، هو الفنتوئين، ممكن تنقص من تركيز ريباغلينايد. هاي التداخلات الدوائية اللي واحد يفكر فيها. طبعا هي الأدوية الأكثر شيوعا، ريفامبيسين شائع، الفنتوئين شائع، كيتوكونازول شائع، فلازم نعرف زملاء أنه الجلينيدات أو المغليتينيدات التداخلات الدوائية الأساسية، نقص سكر الدم مع الجيم فيبروزيل، وزيادة تركيز الريباغلينايد مع الكيتوكونازول، ونقص تركيز الريباغلينايد مع الفينتوئين وريفامبيسين. هلأ أنت بالعيادة أو كنت بالضيعة وبدك تدبر مريض سكري من النمط الثاني، ما هي الخطوات الأساسية اللي لازم تشتغل عليها مشان تدبر مريض السكري من النمط الثاني؟ أخذنا فكرة المرة الماضية عامة، وهلأ بنحاول نركز بعض الأمور الأساسية. أول شغلة بدنا نبدأ بتغيير نمط الحياة. مثلا كانت حياة كسولة، ما فيها مشي، ما فيها رياضة، ما فيها حركة فيزيائية، عمل مكتبي دائم، قيادة سيارة بشكل كامل كتير، مثل سائق الشاحنة، سائق التاكسي، هدول بيقعدوا كتير ومؤهبين أيضا للبدانة ومؤهبين أيضا للDVT. اثنين هي المعالجة الدوائية. طبعا نمط الحياة المقصود فيه كمان إضافة للشيء الفيزيائي هو التغذوي، يعني تغذويا أنت المريض بدك تعطيه حمية مناسبة لوضعه حسب إذا كان بدين ولا إذا كان نحيف، ولا حسب إمكانياته المادية، هو وين عايش، شو الأدوية، شو الأكلات اللي بحسن يتناولها،
شو اللي ما بحسن يتناوله وفق ما يتوافق مع صحته وإمكانياته كمان. هل هو مثلا يعني نازح في مخيم لا يمكنه تناول إلا الأطعمة المفروض عليه وهكذا يعني. المعالجة الدوائية، المعالجة الأحادية على رأس الميتفورمين معظم الحالات المشخصة حديثا. في حال عدم تحمل الميتفورمين أو مضاد الأصطباب البديل سيكون أحد السلفونيل يورياز الخافض لسكر الدم. فبشكل عام استجابة المريض للميتفورمين بتعيفه على الميتفورمين وصلى الله وبارك، تأثيرته الجانبية قليلة مقارنة بغيره. ما مش الحال بدك تعطي كومبايند يعني باي كومبايند معالجة ثنائية، تعطي معالجة ثنائية تم لجوء لها في حال لم يكن سكر الدم مضبوط بشكل 3 شهور. 3 شهور ما حسيت تضبطه، ما نزل مستوى الخضاب الجلوكوزي أو الخضاب السكري، فأنت مضطر بدك تعمل معالجة ثنائية. شو بتعمل؟ بدك تضيف أحد سلفاميدات سلفونيل يوريا، بعدين تعمل تقييم في حال كان كافيا بدل المعالجة الثنائية. المعالجة الثلاثية أو الخط الثالث بالعلاج في حال عدم كفاية العلاج الثنائي، قبل هيك كان يتم الانتقال للإنسولين، أما الآن فلا، بتحط أدوية الخط الثالث اللي حكينا عنه بالمحاضرة السابقة، هي DDP4 والإسجلاتو والجليتازونات. فبتضيف الميتفورمين أو السلفاميدات، ميتفورمين سلفاميدات، واحد من هدول الأدوية الثلاثة، إما مثبطات DDP4 أو جليتازون أو مثبطات الإسجلاتو. في حال عدم كفاية المعالجة الثلاثية، في هذه الحالة تكون المعالجة الفموية غير كافية وننتقل للعلاج بالإنسولين، إما بإضافته للميتفورمين لوحده أو بإضافته للمعالجة الثنائية. عند المرحلة الحرجة، مرحلة غياب الإنسولين بشكل مطلق، نلجأ للإنسولين لوحده كمريض سكري نمط واحد، ممكن نعامله كمريض سكري نمط واحد. هلأ بدنا نحكي على مدة تأثير بعد خفضات السكر الفموية في عجالة، اللي بيهمونا أهم شيء لازم نركز عليهم السيفونيل يورياز، الجليبورايد والجليبيزيد LP، هدول كتير هامين، 1-18 ساعة 21 يعني وسطياً 20 ساعة. ميجليتينايد هدول ريباجلينايد ونيتاجلينايد ساعتين. جليتازون يعني أكثر من يوم، أكثر من يوم وسطياً، سواء روزي جليتازون أو بيو جليتازون. مثبطات ألفا جلوكوزيديز الأكربوز 6 ساعات والميجليتول كمان 6 ساعات. هدول ضروري نحفظ الوقت وفترة التأثير عشان تعرف أنت قدي رح ينخفض سكر الدم بعد هيك، وش قد أنت بدك حاجة لتضيف دواء تاني مع هذا الدواء أو دواء تالت إذا كان هذا هو الدواء التاني. بعض الأشكال الصيدلانية والدوائية الموجودة المتوفرة بالسوق، جلوفيج مثلا للميتفورمين، نوفو نورم اللي هو ريبيجلينايد. طبعا ضروري أنه تحفظ بعض أسماء التجارية، أكيد قرايبينك أو حدا أو أثناء استاج أو أثناء العيادة بالداخلية أو الغدية ممكن تعرف تسمع بهي الأسماء مشان تكون أنت واثق من معرفتك للأسماء التجارية، هذا الشيء بيفيدك. طبعا أسماء تجارية صعب تحفظه من مرة ومرتين، ممكن إذا زرت الصيدلية مثلا 4-5 مرات أو قعدت فيها مثلا نص ساعة ساعة مثلا كل أسبوع، شفت مثلا شو الأدوية اللي عم تنصرف أو طلعت على الرفوف الموجودة، ممكن تساعد أنت والصيدلاني على هذا الموضوع. لهون بكون خلصنا محاضرة السكري الثانية. حدا عنده سؤال لهي المحاضرة؟ إذا ما في سؤال ننتقل للمحاضرة اللي بعدها. جاهزين زملاء؟ إذا الصوت مسموع حدا يخبر. جاهزين حكيم، جاهزين، توكل على الله. الله يعطيك العافية. العافية. زملاء المحاضرة الثانية راح نبلش فيها هي الكورتيزونات أو الستيرويدات القشرية. أخذتوا قبل هيك كورتيزونات أو الستيرويدات القشرية؟ أخذتوا حكيم؟ عدوا معنا بغير مواد بس بالمداوة السريرية أنا راح أعطيكم إياهم. إيه نعم حكيم، نعم. طيب على بركة الله وبسم الله الرحمن الرحيم بينا نستعين نبدأ. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وفقه وعلما وتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. رح نحاول ناخذ من المحسن ناخذه باعتبار أنتم عندكم محاضرة بعد هاي.
طبعا لمحه عن قشر كزر بتلاقيه وين ما رحت، حتى لو اختصيت مثلا داخليه او جراحه، او اختصيت مثلا غديه او صدريه او شو ما اختصيت، بيحكوا لك عن قشر الكزر وبيحكوا لك عن المناطق الثلاثه الموجوده فيه، بيحكوا لك شو دوره واساسه. حتى لو اختصيت سب سبيشاليتي بكثير تخصصات بده يرجع يحكوا لك عنه. فهذا اكيد مر معكم كثير، لكن نحن على عجاله راح نحكي عن المناطق الثلاثه. الغدة الكظرية فيها قشر وفيها لب. اللب بيفرز الأدرينالين، نور أدرينالين، كاتيكول أمينات بشكل عام، وينتج ويفرز القشر صنفين من الهرمونات الاسترويدية، واحد سكري واحد معدني. وفي أيضا الاندروجينات الكظرية اللي بتعطي المظاهر الذكورية. المناطق الثلاثة، مين بيذكرنا المناطق الثلاثة تبع الكظر؟ المنطقة الكبيبية حكيم، المنطقة الشبكية، ممتاز. إذا المنطقة الخارجية المتوسطة هي القشرية، بتنتج الأدوستيرون أو الأستيرونات بشكل عام. والمنطقة الثانية هي منطقة المتوسطة بتنتج الاسترويدات السكرية. والمنطقة الداخلية بتنتج الأندروجينات الكظرية. هذا المخطط كتير تكرر معنا بكثير محاضرات سابقة وكثير مواد، ما راح نعرج عليه لأني نحكي هلأ بسرعة عن المحور الوطائي النخامي. بيتم ضبط إفراز هرمونات قشر كزر عبر هرمون ACTH. يخضع إفراز هذا الهرمون لتنظيم قبل الوطاء عبر الهرمون المطلق لموجهة القشرية اللي هو CRH. طبعا في اسمه شيء اسمه تقييم الراجع السلبي أو الإيجابي، نيجاتيف فيدباك أو بوزيتيف فيدباك. وايضا في عندنا هرمونات قشر كزر بماذا تستعمل؟ تستعمل بمعالجه المعاوضه حاله قصور قشر كزر البدئي او الثانوي او الثالثي، معالجه الربع القصبي والامراض الالتهابيه الاخرى كالتهاب الفص الريتاني، تدبير ارتكاسات تحسسيه شديده، وايضا علاج بعض السرطانات ومعالجه منخفضه المناعه. في كثير استطبابات للهرمونات قشر كزر، مثلا غير هذول اللي ذكروا هون عندنا بالمحاضره الست سبع استطبابات، مين فينا يذكرنا غير هذول؟ الأمراض الكلوية حكيم، مثل إيش؟ مثل التهاب الكلي المناعي LGA المتوسط LGA أو كمان. هل يوجد أمراض عينية يمكن معالجتها بالكورتيزونات؟ مين بيعرف إنه مرض عيني؟ الرمد الربيعي، التهاب القزحية، التهاب الجسم الهدبي، التهاب العنب الأمامية، التهاب الملتحمة التحسسي، مزبوط؟ أمراض جلدية كتير، مزبوط؟ الأكزيما، عدو مد مثلا. فكتير شغلات كتير تستخدم كورتيزونات. لا طيب، ما هي آلية عمل الاسترويدات القشرية الكزرية؟ آلية العمل أنه هي في مستقبل خاص ترتبط فيه، هو مستقبل داخل خلوي نوعي في الأنسجة المستهدفة. هي مستقبلات سيتوبلازمية وليست مستقبلات نووية، يعني موجودة في سيتوبلازما. تتوزع مستقبلات الاسترويدات القشرية السكرية بشكل واسع في العضوية، بينما يعد توزع المستقبل الاسترويدي القشري المعدني محدد بالأعضاء المفرزة مثل الكلية والكولون والغدد اللعابية والعرقية. كلية كولون غدد لعابية وعرقية، كلية كولون غدد لعابية وعرقية، هذا المستقبل موجود بهالمكان. الهيدروكورتيسون هو استرويد قشري سكري عند الإنسان، تأثيرته متعددة ومتنوعة. يتم إنتاج الكورتيزول عادة في النهار مع ذروة مبكرة في الصباح بين 9 و10. بعض العوامل تؤثر على إفراز الكورتيزول مثل الشدة، فبتزيده بالمستوى الدموي. طيب قبل ما نبلش بالاستيرويدات السكرية المعدنية راح ناخذ استراحة 5 دقائق ونرجع إن شاء الله.
السلام عليكم زملاء، نستكمل المحاضرة، جاهزين؟ عليكم السلام ورحمة الله، جاهزين؟ إذن استيرويدات القشرية المعدنية أهمها هن ثلاثة، فلودروكورتيزون، هذا النصاني فلودروكورتيزون هو أهم واحد دوائياً، الدوستيرون كثير هام، أيضاً ديوكسيكورتيكوستيرون كمان هام، لكن أهمها الإطراق هو الفلودروكورتيزون، حقيقةً يستخدم العديد من الاستخدامات. مين بيعطينا استخدام واحد لأله بعد إذنكم يا زملاء؟ حدا بيتذكر يا زملاء؟ رفع ضغط الدم حكيم مثلاً إذا كان هابط الضغط. نعم. الفلودروكورتيزون برفع الضغط. أعطونا اسم مرض أو متلازمة كبيرة. إذا ممكن ينعطى بالكاتش. كاتش هي CAH congenital adrenal hyperplasia، فرط تنسج قشر الكسر اللي بيعطي أعضاء تناسلية مبهمة، وممكن يعطي مشاكل أخرى أيضا. بنعطى فلودروكورتيزون بجرعة 0.1 ملغرام يوميا. نعم، إذن تساعد هذه القشرانيات على ضبط توازن الماء والشوارد ولا سيما الصوديوم والبوتاسيوم. يؤثر الألدوستيرون في النبيبات الكلوية والقنوات الجامعة، وأيضا يسبب عودة امتصاص الصوديوم والبيكربونات والماء، وبالتالي يحتبس الصوديوم والماء، ومثل ما قال الدكتور أنه يرفع الضغط الشرياني، وينقص الألدوستيرون عودة امتصاص البوتاسيوم الذي يطرح في البول مع الهيدروجين. والزملاء الأعزاء، لذلك ارتفاع مستويات الألدوستيرون يؤدي إلى الكالوسيس قلاء ونقص بوتاسيوم الدم اللي هو هايبوكاليميا. يعالج فرط ألدوستيرون هايبر ألدوستيرونيزم باستخدام سبايرون، ولا تعطى في حالات فرط ألدوستيرون الدم كما في داكون، مثل ما تحدثنا عن داكون في المرة الماضية عندما ذكرناه في المحاضرة السابقة. استيرويدات السكرية القشرية وهي هامة جدا، وتوجد منها العديد من المشتقات الصنعية ونصف الصنعية، وهي تختلف عن بعضها بالقدرة المضادة للالتهاب، مثلا الديكساميتازون مثلا له 30 ضعف مثلا كمضاد الالتهاب عن الهيدروكورتيزون. احتباس الماء والصوديوم ومدة التأثير، ممكن الديكساميتازون يظل 36 أو 48 ساعة في الجسم فعالا. يعني استيرويدات السكرية قصيرة الأمد هي الهيدروكورتيزون أو الكورتيزون، طبعا هي بالإنجليش تلفز بالسي، نحن عم نلفظها بالزد أحيانا بالزي، هيدروكورتيزون هي هيدروكورتيزون أو هيدروكورتيزول أو هيدروكورتيزول، هي هيدروكورتيزول بالإنجليش أمريكان أكسنت. استيرويدات السكرية متوسطة التأثير بريدنيسولون والبريدنيزون والمثال بريدنيسولون والتريامسينولون. هلا هون بنحكي على السريع شو الفرق مثلا بين البريدنيزون مثلا او بين البريدنيزولون والمثال بريدنيزولون. هو بريدنيزولون ومثال البريدنيزولون الفرق بيناتهم كيميائيا، واحد له جذر ميثيل CH3 والثاني ماله. المثال البريدنيزولون يستخدم للشغلات الكبيره، يعني مثلا مرض مناعي ذاتي بدك تعمل له هجوع، مثلا التهاب كبب وكليه جلامرونيفرايتس سيجمنتال فوكال، مثلا تعمل له هجوع ممكن تعطي جرعه كبيره 30 ملغ على الكيلو جرعه يوميا. هذه الجرعة اليومياً التي تعطى على 3 أيام مشان إحداث الهدأة والهجوع. البريدنيزولون بنعطى بشغلات أخف من هيك، مثل مرضى الربو، مثل مضادات الالتهاب، وقايمة التليف الرئوي إلى آخره. أما الاستيرويدات التي تستمر في الجسم 36-72 ساعة مثل ديكساميثازون وبيتاميثازون، كلاهما أيضاً يعطيان باستخدامات أخرى تذكرون الآن، يعطى للأم الحامل في قبل يومين من الولادة لطفل خديج بين الأسبوع 23 حملة وأسبوع 34 حملة، أي مرة حامل معطية
هذول الكورتيزونين، واحد بيناتهم بالتيميتازون أو لا، لكنه غير متوفر، متوفر ديكسيميتازون. التأثيرات الفارماكولوجية للستيرويدات السكرية، هناك العديد من التأثيرات نعرج على أهمها. أولاً تحفيز الاستقلاب الطبيعي مثل زيادة استحداث السكر وتقويض البروتينات وزيادة تحلل الشحوم، يعني تسوي بدانة بتزيد سكر الدم، بتنقص البروتين، تحول البروتين للسكريات، تستقلب منه طاقة، يعني عفواً ليس للسكريات، تستقلب منه طاقة لاستخدامها. اثنين، زيادة المقاومة تجاه الشدة للستريس بحال وجود الردود أو الخوف أو الانتان أو النزف. ثلاثة، تعديل مستويات خلايا الدم مثل نقص اللمفاويات والأساسات والحميضات ووحدات النواة، وزيادة الخضاب والكرات الحمراء والصفيحات وعدادة النواة. لما نعطي كورتيزون لمريض قد 4 أيام بردنيزولون، بتلاقي مثلاً البيض ارتفعوا مثلاً من 7-8000 ل10-12000 على حساب العديلات، هذا بسبب الكورتيزون. صار لينفوبينيا، نقص لمفاويات أحياناً بسبب الكورتيزون. فبناء على ما سبق، تمتلك فعلاً مضاداً للالتهاب ومثبطاً للمناعة، يثبط الانترلوكينات والسيتوكينات بشكل عام، وهكذا مثل انترلوكين 6 انترلوكين 12. التأثير على الغدد الصماء الأخرى مثل تثبيت إنتاج الـ ACTH الناجم عن زيادة الستيرويدات القشرية وتثبيت اصطناع الستيرويدات والهرمون الحافز للدرق، في حين تحدث زيادة في إنتاج هرمون النمو. التأثيرات على بقية الأعضاء ترتبط غالباً بالتأثيرات غير مرغوبة. في هذا الجدول عم نشوف الجدول هذا بهمنا شوي، انه بحال انه انت اليوم ايش عم تعطي هذا ايش ما بتعطي هذا. فلو اخذنا هيدرو الكورتيزون اللي هو الفيزيولوجي الطبيعي، فعليه مضاد الالتهاب هي 1 من 1، الحابس للصوديوم 1 من 1، الجرعه المكافئه 20 ملغ، نصف العمر الحيوي 90 دقيقه. الكورتيزون مضاد الالتهاب اقل 8 بالعشرة، ونفس الشيء حبس الصوديوم، ولكن الجرعه المكافئه اكثر بشوي من الطبيعي، نصف العمر 30 دقيقه. البريدنيزون 3.5 أضعاف بالنسبه لمضاد الالتهاب، اما الحبس الصوديوم 8 بالعشرة، جرعته 5 ملغ بضل ساعة. بريدنيزولون أكثر شوي، أكثر شوي بس نصف العمر 200 دقيقة. مثال بريدنيزولون له 5 أضعاف، وما بيحفظ الصوديوم كثير، ولكن 180 دقيقة. تريامسينولون 5 أضعاف، ما بيحفظ الصوديوم، عمره نصف 300. بيتاميتازون، ديكساميتازون، ديكساميتازون هو أهم واحد هون، هو البريدنيزولون ومثل البريدنيزولون 30 ضعف وما بيحفظ الصوديوم على أساس، ولو جرعة مكافئة هي 0.75 ميلي جرام. المعالجة المعاوضة مثل داء أديسون قصور قشر الكظر، يحدث فيه خلل في قشر الكظر، يشخص بنقص استجابة المريض لإعطاء ACTH. شو متشخصه؟ بتعطي ACTH ما برتفع الكورتيزون، معناته في مشكلة بقشر الكظر من تحت. يعطى هيدروكورتيزون مشابه الكورتيزون الطبيعي لتصحيح هذا الخلل، وقد يؤدي الفشل في عمل ذلك إلى الموت. يعني الكورتيزون هرمون هام جدا، تصير اختلاطات كثيرة تنتهي بالموت. يعطى ثلثا جرعة هيدروكورتيزون صباحا وثلث جرعة بعد الظهر في محاولة تقليد الإفراز الطبيعي. هذا الكلام يعني موجود بعديد من المقالات، لكن مثلا بعض المقالات الحديثة تقول أنه يمكن تقسيم الجرعة إلى 3 جرعات، يعني ثلث الصبح مثلا، أو نص الصبح وربع الظهر وربع المساء. كل ما أعطيته بجرعات أكثر كورتيزون خاصة بريدنيزولون بيعطيك فعالية أكثر. قد يكون إعطاء الفيدروكورتيزون ستيرويد قشري صنعي معدني ضروري زيادة فعالية ستيرويدية قشرية معدنية وإعادتها للمستوى الطبيعي. معناته الفيدروكورتيزون بينعطى بقصور قشر كظر، سواء كان عند البالغين أديسون أو عند حديثي الولادة والرضع اللي هو كونجنتال أدرينال هايبربليجيا اللي هو كاتش، يعني CAH قصور أو فرط تنسج قشر الكظر. الزملاء الأعزاء، المعالجة المعاوضة في القصور القشري الكظري الثانوي أو الثالثي، يحدث القصور نتيجة نقص في إنتاج الهرمون المطلق للكورتيكوستيرويد أو للكورتيكوتروبين عفوا من الوطاء، أو الهرمون ACTH في النخامة، ويكون الخلل في إنتاج القشرانيات المعدنية أقل أهمية. يستعمل الهيدروكورتيزون أيضا لتصحيح هذا الخلل، يعني معالجة معاوضة التعويض بالهيدروكورتيزون. فرط تنسج قشر كظر ولادي هو congenital adrenal hyperplasia CAH أو catch CAH catch عشان نحفظها. اضطراب أنزيمي في واحد أو أكثر من هرمونات الستيرويدية الكظرية مثل 21 هيدروكسيليز مثلا، أو 3 بيتا هيدروكسيليز، أو
11 بت هيدروكسيليز الى اخره. قد يؤدي هذا الخلل الاسترجال بريزيشن عند النساء بسبب انتاج مفرط للاندروجينات الكظريه. نقوم بعلاج هذه الحاله عن طريق اعطاء كميه كافيه من السكريات كورتيزون. يعني شو بنعطي احنا بالعملي؟ بنعطي هيدروكورتيزون وفلورينيف حتى تعود مستويات الهرمونات عند المريض الى حدودها الطبيعيه، وذلك عبر تثبيت اطلاق سي ار اتش بالتقييم الراجع السلبي. طبعا احنا كيف بنشخص اي سي اتش سي تي اتش او عفوا سي اتش كونجنتال ادرينال هايبربليجيا؟ كيف نشخصه؟ اسرع شيء بنطلب باليوم الثالث من حياه الولد 72 ساعه بنطلب تحليل 17 هيدروكسي بروجسترون. 17 هيدروكسي بروجسترون بيكون مرتفع كثير لانه هو بيتحول ل كورتيزون، بس هو ما بحسن يتحول الكورتيزون لأن إذا لأن 21 هيدروكسيلاز غير موجود، إنزيم 21 هيدروكسيلاز غير موجود. الاستطبابات الثانية ممكن تكون هي تخفيف الأعراض والتظاهرات الالتهابية. تنقص القشرانية السكرية نحو كبير التظاهرات الالتهابية التي تتضمن أربع شغلات صح: الاحمرار والتمر والتورم والحرارة، إيش كمان؟ والألم في مكان الالتهاب. تستعمل الكورتيزونات في بتختلط فيها العوامل الالتهابية والمناعية مثل التهاب مفاصل الرثياني، التهاب النسيج الضام، أمراض الأمعاء الالتهابية، فقر الدم الانحلالي، فرفوريت نقص صفيحات مجهولة السبب. الاي تي بي ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيا فرفوريت نقص صفيحات مجهولة السبب، الكورتيزون أساسي بالعلاج فيها. ما هي آلية عمل الكورتيزون؟ بشكل عام إعادة توزيع الكرات البيضاء لقطاعات أخرى في الجسم، زيادة تركيز العضلات ونقص اللمفاويات التائية والبائية والأساسات والأيوزينات والحميضات، الحميضات والوحيدات النواة، تثبيت قدرة الكرات البيضاء والبالعات في الاستجابة لمولدات الضب، نقص إنتاج البروستاجلاندينات واللوكوترينات، إنقاص كمية الهستامين المطلقة من الحامضات والخلايا البدينة وبالتالي نقص تفعيل جهاز الكينين، بالتالي التأثير على السيتوكينات مثل ما قلنا فوق، نقص إنتاج البروستاجلاندين من حمض الأراكيدونيك أو الأراشيدونيك واللوكوترينات إنترلوكينات. ثلاثة، معالجة الحالات التحسسية مثل الربو القصبي، ارتكاز تحسسي شديد، تظاهرات تحسسية من منشأ دوائي، معالجة تعويضية بالإكزيما، التهاب الملتحم التحسسي، التهاب الأنف التحسسي اللي ذكرناه بداية المحاضرة. هذه الأدوية ليست أدوية شافية ولكنها علاج عرضي. يمكن إعطاء البيكلوميتازون والدايبريبيونات والتريامسينولون موضعياً في الطرق التنفسية بالاستنشاق. ممكن كمان دهن بالنسبة للأمراض الجلدية. رابعاً، معالجة الأورام وتثبيط المناعة. بعض الأمراض الخبيثة مثل هوتشكن ديزيز وأي ال ال أكيوت ليفوبلاستيك لوكيميا. القص الودمة الدماغية في سياق ورم دماغي بدئي أو ثانوي يعطى ديكساميتازون، وإذا ديكساميتازون ممكن نعطيه بالتهاب السحايا الجرثومي يومين أو ثلاثة أيام بجرعة 0.2 ملي جرام على الكيلو للأطفال، أو ممكن نعطي جرعة 8 ملي جرام مرتين ثلاثة باليوم للبالغين يومين ثلاثة حتى تخفف من تأثيرات التهاب السحايا. يمكن استعمال القشرانيات لتثبيت المناعة والوقاية في حالة الرفض بعد زرع أعضاء مثل زرع الكلية أو زرع نقي العظم. خامساً، تسريع نضج الرئتين عند الخدج مثل ما قلنا في متلازمة الـ RDS اللي بيكون فيها نقص السيرفكتان. فالكورتيزون عند إعطائه قبل يومين قبل 48 ساعة من الولادة فإنه يؤدي إلى تسريع نضج الرئتين، زيادة مستوى السيرفكتانت، ويحسن البقية عند الخديج وينقص من النزف ضمن البطينات عند الخديج. فهو هام لازم تعطيه. بيتاميتازون هو بينعطى، ولكن بيتاميتازون غير متوفر، بيعطوا ديكساميتازون ولو نتائج جيدة. سادسا، تشخيص متلازمة كوشينج. تحدث متلازمة كوشينج نتيجة فرط إفراز استيرويدات قشرية سكرية الناجمة عن فرط تحرر أسي تي اتش من النخامة الأمامية أو ورم في قشر الكظر. بنجيب اختبار اسمه اختبار تثبيت بالديكساميتازون تشخيص سبب كوشينج، يثبط أو يثبت الديكساميتازون تحرر كورتيزول عند الأشخاص المصابين بمتلازمة كوشينج المتعلق بالنخامة، فإذا كان إفراز من خارج النخامة ما لا يكبته ولا يثبته. إذا لا يكبت إطلاق الكورتيزول عند المصابين بورم في قشر الكظر، بس بيشتغل على النخامة. من الجدير بالذكر أن المعالجة المزمنة بجرعة عالية من الكورتيزونات هي سبب شائع لحدوث تناذر كوشينج علاجي المنشأ. ما هي طرق الإعطاء؟ هام جدا، الفموي كلها تقريبا، الحقن العضلي، تريامسينولون، كورتيزون، ديكساميتازون، بريدنيزولون، ميثيل بريدنيزولون، عضلي أو وريدي، هيدروكورتيزون، بريدنيزولون، ميثيل بريدنيزولون، ديكساميتازون، الإرزاز، بيكلوميتازون، تريامسينولون، فلوتيكازون، وفلونيسولايد، وبوتزولايد. اللي هو مستحضر تجاري اسمه كورتيفنت، بيجي على شكل ارزاز عيار ربع ونص واحد ملي جرام. موضوعيا الديكساميتازون ندهنه، بيكلوميتازون ندهنه، الكون تدهنه، هيدروكورتيزون ندهنه، وتريامسينولون ايضا شائع. ما هي الحرائق الدوائيه الهامه لاستيرويدات القشريه السكريه الكورتيزونات؟ يعني
امتصاصه الفموي جيد من السبيل المعدي المعوي، يمكن اعطاءه عن طريق الوريد والعضل وبضمن المفصل والاستنشاق وتخدير او تطبيق موضعي على الجلد. ترتبط ببروتينات البلازما بنسبة 90%، غالبا بالجلوبين او الجلوبلين الرابط للاسترويد القشري والقسم المتبقي بالالبيومين. تستقلب في الكبد وتطرح عن طريق الكليه. الاسترويدات القشريه او استرويد قشري الوحيد الذي لا يؤثر على الجنين هو بريدنيزون، وهو طليعه دوائيه لا يتحول لمركب فعال بريدنيزولون في كبد الجنين. ان اي بريدنيزولون متشكل عند الام يتم تحويله الى بريدنيزون من قبل الجنين. ما هي تقديرات الجرعات المعطاة للكورتيزونات؟ هناك العديد من العوامل يجب أخذها بعين الحسبان، منها النسبة بين الفعالية القشرية السكرية والمعدنية، توقيت الإعطاء، مدة التأثير، ونمط المستحضر. فمثلا عند الحاجة لإعطاء جرعات كبيرة ولمدة طويلة نسبيا أكثر من أسبوعين، يحدث تثبيط للمحور الوطائي النخامي الكظري ويحدث تثبيط مناعي، الأمر الذي يتطلب نظاما خاصا للمعالجة هو المعالجة المتناوبة Alternative Day Dosing مرة كل يومين، حيث يسمح هذا النظام للمحور الوطائي النخامي الكظري بالعمل واستعادة وظيفته ولو بشكل جزئي في الأيام التي لا تعطى فيها استرويدات. ما هي سايد افكت تأثيرات الجانبية؟ أوستيوبروسيس، تخلخل العظام أو ترقق العظام، وذلك بسبب تثبيط الامتصاص المعوي الكالسيوم وتثبيط تشكل العظم ونقص اصطناع الهرمونات الجنسية. لا تمنع المعالجة المتناوبة ترقق العظام، وينصح المرضى بتناول مستحضرات الكالسيوم وفيتامين دي بالإضافة للأدوية النوعية ترقق العظام. زيادة الشهية تعتبر من التأثيرات المرغوبة أحياناً، حيث تعتبر أحد أسباب استعمال البروتنيزولون في المعالجة الكيميائية للسرطانات بهدف تحسين الشهية. حتى لو واحد ما عنده سرطان، إذا أعطيته كورتيزون 3-4 أيام تفتح شهيته على الأكل حتى لو كان طفل. التنادر الكلاسيكي الشبيه بتنادر كوشينج يمكن ملاحظته عند وجود زيادة في الاسترويدات القشرية، وتظاهر به الوجه البدري قمري بافي فيس بعد توزيع شحوم الجسم على مستوى الكتفين والأرداف والإليتين، العد والأرق وزيادة نمو شعر الجسم وزيادة الشهية. أيضا زيادة خطر حدوث القرحات الهضمية المعدية أو العفجية، زيادة خطور أو خطر حدوث الأخماج وذلك بسبب التثبيط المناعي، الوذمات المحيطية وارتفاع توتر الشرياني بسبب احتباس الماء والصوديوم، وزيادة سكر الدم. من الممكن أن تتطور لداء سكري، وبالتالي يجب مراقبة سكر الدم عند مرضى السكري وعند مرضى الذين يتناولون جرعات كورتيزونات فترات مديدة. الساد ممكن أن يحدث الكتركت أو الساد في المعالجة طويلة الأمد، وذكر بعضهم أيضا أن الزرق بأحد أنماطه قد يحدث. نقص بوتاسيوم الدم يمكن معالجته بإعطاء مستحضرات البوتاسيوم، ويجب الانتباه للتدخل الدوائية مع الأدوية التي تحث أو تثبط الأنزيمات الكبدية مثل السيتوكروم بي 450. البدانة أيضا هي من التأثيرات الجانبية، والضعف العضلي، وأيضا ممكن يحدث التهاب عضلات في تعاطي الكورتيزونات أو تناولها فترات مديدة. ما هي الأخطار الناجمة عن سحب استرويدات قشرية معدنية؟ لما نعطي كورتيزون إحنا أكثر من أسبوعين أو أكثر من جرعة مثلا 2 ملغرام على الكيلو بال 24 ساعة أو أكثر من 60 ملغرام في ال 24 ساعة، فإنه يجب سحبها بالتدريج حتى لا يحدث قصور كظري حاد، لأنه إذا حدث تثبيط للمحور الكظري النخامي الوطائي فإن الوقف المفاجئ للعلاج باسترويدات قد يسبب هذه المتلازمة، وهي متلازمة القصور الكظري الحاد، قد يكون ذلك مميتاً ليثل، ويقترن هذا مع الاعتماد النفسي على الدواء. إن إيقاف الدواء قد يؤدي إلى تفاقم المرض الذي يستعمل الاسترويد من أجله، قد يحدث اعتماد نفسي، لذلك يجب إيقاف الدواء gradually تدريجياً مع مراقبة المريض بعناية. طريقة الإيقاف بشكل عام، ممكن نحن إذا كان مريض كلوي مثلاً صار له 6 شهور بياخذ عنده نفروز، صار له 6 شهور بياخذ كورتيزون، بدنا نخففه ونوقفه مثلاً شوي تدريجياً، فمن نقص ممكن كل شهر ممكن نقص ربع الجرعة. كان بياخذ باليوم مثلاً 20 ملغرام، نقص منها 5 ملغرام، ضل هيك شهر مثلا او اسبوعين او ثلاثه، شهر وسطيا. بيجي الشهر بعده بنعمل تحاليل كلويه، بنعمل فولو اب، بنعمل تشيك اب، بنعمل تقييم مونترينج فولو اب، بشوف الوضع كويس، ما في بيليه بروتينيه واستجابه جيده، ناقص كمان الربع، فبصير ياخذ 10 ملغ بس. الشهر اللي بعده بصير ياخذ 5 ملغ، الشهر بعده مثلا، وهكذا 15 10 5 حتى تحسن توقفه، يعني ما بصير توقفه بشكل مفاجئ. ايضا من الادويه الاخرى اللي موقفه بشكل تدريجي هو الفينوباربيتال،
بعض أنواع المستحضرات الستيرويدية مثل الهيدروكورتيزون هام جدا، هو الهرمون الستيرويدي الفيزيولوجي الطبيعي مضاد الالتهاب، مع هو يسيطر فيه فعالية قشرية سكرية بشكل أساسي، بعدين بيجي شوي معدني لكن أقل من الألدوستيرون، يعطى عن طريق الفم أو بطريق الوريد أو حقن عضلي، يستقرب في الكبد والكلية ويطرح في البول، يعمل على ضبط مستوى سكر الدم خلال تأثير على استحداث السكر، يعمل على توازن السوائل والشوارد بالمشاركة مع الألدوستيرون، وله تأثير مضاد للالتهاب والتحسس، يعطى في مرضى الربو ويعطى بالكثير من الأمراض، وأهمها هو خط أول فيه قصور قشر الكظر الحاد وقصور قشر الكظر المزمن من منشأ كظري أو نخامي وفر تنسج قشر الكظر الولادي اللي هو الكاتش أو CAH. الكورتيزون طليعة دوائية غير فعالة، عندما يصل العضوية يتم تحويله بمركب الهيدروكورتيزون الفعال. ننتقل إلى الثاني بالأهمية وهام جدا، يعطى البريدنيزولون طريق الفم أو حقن عضلي أو موضعي أو دهن أو إنشاق أو إرزاز، مدة تأثيره متوسطة، له تأثير مضاد الالتهاب أقوى بخمس مرات من الهيدروكورتيزون. التأثير المضاد للالتهاب قد يكون أقوى من تأثير البريدنيزولون. المثال البريدنيزولون، مثال البريدنيزولون أنه بنعطى للشغلات الكبيرة، تثبيت مناعي، أحداث الهدأة، أحداث الهجوع، مرضى السرطانات، مرضى التهاب الكبد والكلية، مرضى الهوتشكين إلى آخره، مرضى ارتفاع توتر اللي مصاحب مثلا مع نفرتيك سيندروم أو نفرتيك سيندروم وهكذا. البريدنيزولون والمثال البريدنيزولون أدوية مفضلة في العلاجات الجهازية المضادة للالتهاب ومثبطات المناعة. البريدنيزون طليعة دوائية خاملة، يستقلب إلى بريدنيزولون الفعال عندما يدخل إلى العضوية. الدكساميتازون أشهر أبر كنت تسمعوا فيها، رأى الصيدلي مقرب عطاه دكساميتازون، صدره ملتهب عطاه دكساميتازون، إجري أبو جعوه عطاه دكساميتازون، ضغطه نزل عطاه دكساميتازون، عب سخن عطاه دكساميتازون وهكذا. مشتق صنع من الستيرويدات القشرية، يتميز بفعالية مضادة للالتهاب 30 ضعف إنه من الكورتيزون، ومنهم من قال 25 ضعف ولكن 30 أرجح. مدة تأثيره تقريبا يوم ونص لثلاث أيام، بنعطى فموي، شراب، حب، وريدي، عضلي، بندهن دهن، بينما فعاليته القشرية المعدنية محدودة. وأيضا يستعمل كمضاد وذمة دماغية ومضاد لالتهاب السحايا كعلاج مشارك مع انتيبايوتكس في التهاب السحايا الجرثومي أول يومين ثلاث أيام بجرعة 0.2 ملي جرام على الكيلو ضرب ثلاثة. إذن الدواء الدكساميتازون هو المختار لتثبيت إنتاج ACTH، وبهذا التشخيص وهذا الشيء بيكون هو مشخص لمتلازمة كوشينج. الآن نتحدث عن بعض الأدوية التي تثبط الستيرويدات القشرية الكظرية. أثبتت العديد من المستحضرات فعاليتها في تثبيط صناعة الستيرويدات القشرية الكظرية، ومنها ميترابون وأمينو جلوتاثياميد وكيتوكونازون وترايلوستان وسبيرنولاكتون وإبلارينون. هاي الأدوية تعمل على شكل تنافسي أو شكل تثبيطي للكورتيزونات القشرية السكرية. هلأ كما ينافس دواء آخر اسمه الميفيبريستون الستيرويدات القشرية على المستقبلات، منافس تثبيت تنافسي على المستقبلات. البيتيرابون نتحدث عنه بشيء من التفصيل، يتداخل مع اصطناع الستيرويدات القشرية بحصار الخطوة النهائية 11 بيتا هيدروكسيليز أو 11 هيدروكسيليز، مما يؤدي إلى تراكم 11 دايوكسي كورتيكوستيرول، وبالتالي يتراكم 11 دايوكسي كورتيكوستيرون وتراكم الاندروجينات الكظرية، وهو يستعمل في اختبارات وظائف الكظر، كما يمكن استعماله في معالجة النساء الحوامل المصابات بمتلازمة كوشينج. يستعمل حاليا في اختبار التثبيت ديكساميتازون بشكل أكبر في التشخيص. التأثيرات الجانبية للميترابون، يحبس الماء والصوديوم بسبب تراكم الستيرويدات، يحدث دوام عابر وشعرانية نتيجة تراكم الاندروجينات واضطرابات معوية معدية. الدواء الثاني الذي يدرس حكيم، شو المقصود بكلمة دوام؟ يعني دوخة، دوار، إحساس بعدم التوازن لكنه لا يرقى إلى الرلح.
شكرا للسؤال. الأمينو جلوتاثيمايد هو يثبت هذا الدواء المرحلة الأولى من تصنيع الستيرويدات، أي يثبت تحويل كورتيزول عفوا الكوليسترول يا ربي الكورتيزول ل بريجنينولون، وذلك نتيجة لذلك ينقص اصطناع جميع الهرمونات الستيرويدية. يستعمل في علاج سرطانات الثدي بالمشاركة مع ديكساميتازون لإلغاء وإنقاص إنتاج الإندروجين والستيروجين، لكن تم استبداله حاليا بالتاموكسيفين. التاموكسيفين هل أحد يعرف له استخدامات أخرى؟ في تدبير سرطان الثدي؟ في البروستات حكي؟ التاموكسيفين؟ الوقاية هل هناك استخدامات أخرى؟ إذن هو يعمل على مستوى المستقبلات الإيجابية في الثدي بشكل أساسي، وأيضاً له استخدام آخر، وقاية من تخلخل العظام استيبروسيس. إذن كما يفيد أيضاً في معالجة خبثات قشر الكظر، مكتوب عنه هنا. الدواء اللي بعده الميفيبريستون، الجرعات العالية من هذا الدواء معاكسة قوية لاستيرويدات قشرية السكرية، كما أنه بتأثيره النوعي مضاد للبروجستين. استعماله حالياً محدود في معالجة المصابين بمتلازمة STH المنتبذة إكتوبيك STH غير قابل للعمل الجراحي. سبيرونلاكتون هذا أهم واحد بيناتهم، سبيرونلاكتون حقيقة يتنافس مع الستيرويدات القشرية المعدنية على المستقبلات، كما يمكن أن يعاكس أيضاً اصطناع الألدوسترون والتستوستيرون، كما يمكن أن يملك تأثيرات غير نوعية على الستيرويدات القشرية السكرية. مدر حافظ البوتاسيوم يستعمل في معالجة ارتفاع الضغط الشرياني ويثبت عودة امتصاص الصوديوم في الكلية. هام جداً هي تأثيرات سبيرونلاكتون، كل كلمة مكتوبة فيها هامة جداً. الاستعمالات السريرية فرط الألدوستيرونية والشعرانية، وذلك بالتداخل مع مستقبلات الإدروجين في الجراب الشعري. تأثيرات الجانبية فرط بوتاسيوم الدم، اندفاعات جلدية، تثدي واضطرابات الدورة الطمثية. الكيتوكونازول أيضاً هام، مضاد فطري يقوم بتثبيت إنتاج السكريات القشرية جميعاً عند إعطائه جرعات عالية أعلى من المستخدمة ضد الفطور، ولكن له مشاكل كبدية. وهكذا الزملاء الأعزاء نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه المحاضرة الشيقة عن الكورتيزونات. محاضرة الكورتيزونات أو الكورتيزونات هي ضمن الخبرة السريرية أو الخبرة الدوائية بتضل تيجي معاكم شو مكان اختصاصكم، خاصة الاختصاصات الداخلية لازم يكون عندك اطلاع على الكورتيزونات بشكل عام. حد عنده سؤال أو استفسار قبل أن ننهي المحاضرة؟ تأخذ استراحة 10 دقائق المحاضرة كنت جاي. هذا سؤال يا زملاء. الله يعطيك العافية حكيم، جزاك الله خيرا. اللهم أمين، شكر الله لكم، نلتقي بكم في الأسبوع المقبل على بركة الله وتوفيقه. أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.